السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اكتشاف جديد من اكتشافات المحلة الكبرى اللي هتفرح التجار والعرايس وكل الناس اللي مهتمة بمفروشات المحلة. بنصور النهاردة في أكبر مولات المفروشات والملابس في المحلة الكبرى، في مول الحاج حاتم البسيوني. طبعا مول الحاج حاتم البسيوني مشهور جدا في المحلة، وأكيد في تجار وفي ناس كتير عارفاه لأنه ما شاء الله ليهم أكتر من فرع في المحلة. النهاردة هناخد جولة في الفروع بتاعتهم كلها، وهم ما شاء الله يا جماعة بيبيعوا تقريبا المفروشات بسعر تكلفتها، فطبعا التجار اكيد هيبقى المكان ده مناسب ليهم جدا، وكمان العرايس اللي عايزه تشتري مفروشاتها او الملابس بتاعتها بسعر التكلفه. ركزوا بقى في الفيديو ده لانه بجد هيفيدكم كلكم. عايزه اقول لكم العروض اللي هتتقدم النهارده ما ينفعش تتفوت ولازم تلحقوها بسرعه، لاننا معانا النهارده يا جماعه مفروشات تركي ب 150 جنيه، معانا منتجات السروجي الام ار ب 280 جنيه، معانا اطقم سراير كبيره ب 110 جنيه. هتشوفوا كل الكلام اللي انا بقوله ده في الفيديو، ولازم تركزوا في الفيديو ده يا جماعه، واللي يعجبه الحاجات اللي هتبقى عليها عروض كبيره لازم يلحقها بسرعه، لان هي ما شاء الله كميات كبيره، بس الاسعار اللي هتتقال هتخلي ناس كتير بسرعه تروح تلحقها. فعايزاكم انتوا لما تعجبكم تروحوا بسرعه تلحقوها ان شاء الله. كل الحاجات اللي بتتعرض قدامكم دي يا جماعه دلوقتي عليها عروض. البورنوس بالفوط بتاعته اللي انتوا شايفينه ده سعره 380 جنيه النهارده، عروض بسعر التكلفه، يعني بسعر المصنع، مش كمان السعر اللي بيطلع للتجار، لا بسعر المصنع، كان الحاجه طلعت من المصنع احنا بناخدها على طول. ما شاء الله عملوا لنا عروض حلوه جدا 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 على كل حاجه، على المفروشات اللي ما شاء الله معروفه في السوق كله، وكمان المفروشات التركي، وكمان المفروشات العاليه، يعني اللي نفسه في حاجه هيلاقيها عليها عرض. ما شاء الله ده الطقم اللي بقول لكم عليه ب 110 يا جماعه، ده ببلاش. الطقم ده بيتعرض اصلا في اي حته يوم لما يبقى عليه عروض ب 150 جنيه، فطبعا سعر التكلفه واقل من سعر التكلفه. كمان الناس اللي عايزه كفرات للانتريهات او الركن، اللي هي الحاجات اللي بتتحط بقى على الركن بتحفظها وكده، عندهم وعاملين لنا عليها عرض حلو قوي، وفي نوع نازل جديد وش قطيفه ووش ستان. كمان البورنوس ده ما ينفعش تفوتوه لانه سعره معانا النهارده 150 جنيه، مقاسه كبير جدا يا جماعه، يعني ما شاء الله تقولوا ملايه. عروض حلوه، وانا قاعده اقول لكم الاسعار عشان تلحقوها وتدعوا لي بقى لما تاخدوا مفروشات المحله الكبرى بالسعر ده. زي ما قلت لكم كل حاجه عليها عروض، والفرص النهارده يا جماعه من ذهب، الفرص من ذهب، يعني اللحاف الكبير اللي بيتعرض الفخم ده اللي سعره في اي حته دلوقتي معدي ال 2000 جنيه هناخده النهارده ب 750 جنيه. ارجوكم الحقوا العروض، مول الحاج حاتم البسيوني عامل عروض كبيره جدا هتقلب المحله كلها، هتزعل التجار كتير قوي لما تسمعها. كل حاجه عليها عروض، المفارش القطيفه يا جماعه هناك اللي معروفه في السوق كله لقيتها هناك ب 1200 جنيه، والميزه ان ربنا يبارك لهم بيقولوا لنا كل الاسعار، عارفين حتى اللطقم البلدي اللي هي سعرها معدي ال 500 وال 600 جنيه اللي معروفه في اي مكان، هناك شويه عليهم عرض ب 350 جنيه. النهارده شيماء قاعده تقول الاسعار كلها ليه في اول الفيديو؟ عشان حبايبي يلحقوا الاسعار دي، دي فرص يا جماعه، الدنيا بقت غاليه واحنا عايزين نوفر كل جنيه. اي عروسه بتجهز فيديو زي ده ما تتردديش فيه، روحي على طول، لان في حاجات كميات برضو محدودة، وفي حاجات كتير هيدوها لنا على سعرها القديم. بصوا بقى لحاف الاطفال ده سعره ببلاش، مش هقول لكم بقى سعره، انتوا في الفيديو هتعرفوه ان شاء الله. طبعا عندهم كل حاجه خاصه بالمفروشات، عندهم العالميه والمجد الاصلي وادريدونا، عندهم كل الماركات المعروفه، وكمان ماركات هم بيبيعوها مش موجوده في اي مكان يا جماعه، خاصه بالمصانع بتاعتهم. ايه ده، هم عندهم مصانع؟ ايوه يا جماعه ما شاء الله عندهم مصانع بتنتج لهم مفروشات كمان خاصه بيهم، واسعارها غير متوقعه بالمره. كل التفاصيل هتعرفوها النهارده في الفيديو، عايزه منكم دعوات كل حلوه، لاني وعدتكم على القناه ان انا دايما الفتره الجايه دي هسعى لكم ان انا ادور لكم على احلى واقل اسعار في المحله، واسعار جمله ناخدها احنا كمان لو عايزين قطاعي او عرايس بتجهز. فمكان زي ده انتوا شايفين الاسعار وسمعتوها، دعواتكم في التعليقات، ولازم توصلوا الفيديو ده لايكات كتير عشان العروض توصل لكل الناس، وناس كتير تستفاد ان شاء الله معانا بالعروض دي يا جماعه. ما شاء الله في عروض كتير، انتوا بقى هتشوفوا الفيديو بنفسكم. يعني المفارش السوفت دي سعرها 350 جنيه، في حاجه زي كده النهارده ب 350، عشان كده لازم تعملوا مشاركه بقى للفيديو ده مع اهلكم واصحابكم. طبعا انا قلت لكم ان احنا هنصور في اكتر من فرع عندهم النهارده، فهنروح مع بعض النهارده بقى ما شاء الله الفرع اللي هو خاص بالتجار لاستقبال التجار، وشوفوا بقى اسعار طقم السراير هناك يا جماعه بكام.
بكام؟ عارفين بكام؟ ب 220 جنيه. في طقم النهارده سرير خامات عاليه ب 220. ده يا جماعه اللي احنا هنبدا بيه الفيديو، وبعدين هاخدكم ونروح المول الكبير وبعدين نرجع هنا تاني. ففيديو جميل، فيديو قيم، فيديو في وقته، فيديو ان شاء الله يقلب الدنيا كده باسعاره. الحمد لله والشكر لله ان ربنا دايما بيوفقنا باماكن حلوه نسعد كده بوجودها معانا وتفرحنا باسعارها، وربنا يبارك لكل تاجر بيراعي ربنا الفتره دي بالذات. بحبكم جدا في الله، وان شاء الله دايما هكون عند حسن ظنكم. تحيه للحاج حاتم البسيوني على الاسعار اللي اتقدمت النهارده، ويا رب دايما في زياده، ويا رب دايما بنجاح. فيديو زي ده يا جماعه لازم نبدا بالصلاه على سيدنا محمد، الف صلاه على الحبيب، لان طبعا الفيديو كله خير وبركه ورزق الناس كتير. يلا نشوف العروض، مش هطول عليكم، وما تنسوش زي ما قلت لكم دعواتكم الحلوه في التعليقات. يلا بينا. يا جماعه هنبدا الفيديو بالفرع الاول اللي هو المفروض خاص بالتجار، فهناخد جوله فيه كده ونشوف الاسعار التجاريه هنا او اسعار الجمله كام، لانه ما شاء الله هنا اسعار نهائيه. وبعد كده هنروح المول بقى اللي احنا شفناه كده في اول الفيديو، برده نشوف العروض اللي هتتقدم هناك. معانا النهارده استاذ محمد وابو ابو مالك، ان شاء الله هيعرضوا معانا الاسعار وكل المنتجات اللي موجوده. اول فيديو المول استاذ حاتم البسيوني، وعدنا ان هو هيكون ان شاء الله اسعار هتعجب الناس كلها وتفرح كل الناس اللي مهتمه بمفروشات المحله الكبرى. يا جماعه ما شاء الله المحله مليانه خير ومليانه تجار محترمين، كلهم نفسهم يقدموا لنا عروض زي الحاج حاتم البسيوني كده. فالنهارده بقى نشوف العروض اللي هيقدموها لنا ايه، وان شاء الله كلنا نستفاد منها. ماشي يا استاذ محمد. استاذ محمد بقى طبعا الحاج حاتم موصيك تظبط لنا الدنيا، فظبط لنا الدنيا هنا بقى قبل ما نروح المول اللي هناك. نوره حضرتك. الله يخليك، ده نوره. احنا هنا طبعا ده الفرع الاول بتاعنا. ايوه. الفرع الاول بتاعنا في البين بنزين، جنبنا هنا حلواني الصعيدي. تمام. ده الفرع الاول بتاع حاتم البسيوني، الفرع الثاني في العباس القديم جنب شركه العراق على طول. ماشي يا جماعه، يبقى احنا زي ما استاذ محمد قال، بس عشان لو صوته مش واضح لو يقفل المروحه ده بس يا ابو ملك عشان الصوت. احنا هنا في الفرع اللي جنب قدام محطه القطر على طول يا جماعه، الشارع الجانبي بتاع حلواني الصعيدي. انا هصور لكم العناوين كلها طبعا في الفيديو، والفرع التاني اللي احنا هنصور فيه جنب العراقي بتاع الاجهزه الكهربائيه، برده هنصور لكم العناوين كلها عشان الناس اللي بتيجي خارج المحله تعرف العناوين بالظبط. ماشي يا استاذ محمد، يلا نبدا. ماشي، في عند حضرتك طقم شبه ده ما شاء الله، مسير كبير. ماشي يا جماعه، ده مترين واربعين في مترين واربعين، يعني مقاسات كبيره حلوه. مقاسات كبيره، خمسه قطعه. خمس قطع. حاجه شبه كده على 220. 220 220 ده حاجه عليها عرض. انا كنت لسه هسالك، ده سعر التجاري ولا قطاعي عادي؟ لا ده سعر عليه عرض، ده سعر جمله. جمله يعني العروسه والستات تاخد منها بالقطع عادي؟ اه حتى بحضرتك. الله ماشي. ده الجمله دي. ماشي يا جماعه، يعني اصل الاسعار هنا قالوا لي هنا كان يعني مكان خاص بالتجار، التاجر بيجي يشيل كميه او عروسه مثلا. لا فاحنا كمان نقدر ناخد بالسعر ده ب 220 جنيه، ما شاء الله جميل جدا جدا. طب ممكن نشوف الوانه استاذ محمد؟ عندي كل الموز. حلوه قوي يا جماعه، مفيش الاسعار دي اصلا النهارده. الله بص اللون البيج تحفه، جميل يا بلاش. 220 جنيه طقم سرير من اطقم المحله الكبرى المحترمه، جميل جدا. ماشي يا جماعه 220 جنيه. ماشي يا استاذ محمد، اللي ب 220 بقى هيبقى كذا طقم ولا الاسعار متفاوته؟ لا في كذا طقم 220، في اسعار اقل، في اسعار اعلى. في طيب فرجنا بقى انت الحاجات كلها واسعارها كده. ماشي يا جماعه، دي حاجه برده 220 نفس السعر، ده برده 220. والتطريز التقيل ده، التطريز ما شاء الله، التطريز بيبقى هنا الرسمه هنا حلوه جدا، ده خمسه قطع وده مقاسه كبير برده. ماشي يا جماعه، ده عرض تحفه معانا اهو، عايزه اوريكم بس الخامات عن قرب. الطقم ده ب 220 جنيه يا جماعه، بسم الله ما شاء الله 100 100. ماشي يا استاذ محمد، كل الالوان موجوده، تحفه 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 وببلاش 100 100. ماشي يا جماعه، هو كمان الطقم بيبقى فيه منه موديلات مختلفه بس السعر واحد. السعر واحد، السعر واحد والموديلات مختلفه، موديلات كتير والاسعار. طيب حلو جدا. ماشي يا جماعه، احنا طبعا دايما نقول للعروسه شكلي برضو، يعني ايه ما تقفيش على مثلا هناخد شويه من اللي ب 220 وفيها، انا شايفه ما شاء الله حاجات اقيم كمان. شكل بقى تاخد اسعار عاليه، اسعار وسط. تمام. طيب تمام، وكله جمله يا جماعه. ماشي ما شاء الله. عندنا برضه حاجه، هنشوف برضه العروض الحلوه دي. طبعا موجود هنا كل حاجه يا جماعه، الحفه، بطاطين، وطقم سجاير، هنشوف الحاجات دي كلها. طقم شبه كده، رسمته بسيطه. ده جميل قوي قوي قوي.
ده تطريزه جميل بالصوت 220 بسم الله ما شاء الله. خلي بالك الخامه دي جميله جدا. دي اصلا اسعار المفروض بيبقى 300-320 بس عشان خاطر حضرتك الله يخليك بيطلع بسعر الجمله بتاعته. الله يخليك يعني ده جمله الجمله يا جماعه يمكن ما فيهوش مكاسب خالص. الله بصوا انا عايزه اوريكم الخامه واوريكم التطريز 220 جنيه 100 100 100 100 يا استاذ محمد. جميع الالوان موجوده حلو عروض جميله. عندك حاجه شغاله كده ده برضو 220 حاجه فيها شغل شقه ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله برضو. ماشي يا جماعه طبعا الناس اللي هتسال فيه شحن ان شاء الله هيبقى فيه شحن بس انا حابه انكم تيجوا اكتر عشان العروض دي تشوفوا بقى حاجات كتير لان ما شاء الله يا جماعه عشاق حافظات السجاد في هنا حافظات سجاد برضو بسعر الجمله لان انا هنا في الفرع الجمله قولها يا جماعه احنا هناخد هنا في فرع الجمله نبذه سريعه كده وبعدين نروح زي ما قلت لكم الفرع الاساسي اللي هو بجوار العراقي للاجهزه الكهربائيه المول الاساسي بتاع الحاج حاتم البسيوني نتفرج بقى براحتنا ونقول الاسعار كلها من الالف للياء. كمياتها موجوده ما شاء الله وفي منها مشايات ما شاء الله كل حاجه اصلا بنشوفها موجود منها كمياتها. في منها الكلاسيك وفي منها المودرن ما شاء الله ده كمان المقاس 160x2.5 وافي يا استاذ محمد يعني كبير مقاسها كبير. طبعا هنا يا جماعه المكان ده زي ما قلت لكم كان مكان خاص بمنافذ البيع للتجار والعرايس فان شاء الله اي حد عايز يروح المكان ده برضو يستفاد منه من اسعاره يروح بس انا عايز اخدكم الاول للمول الاساسي اللي هو في شارع العباسي بجوار شركة العراقي للاجهزة الكهربائية اوريكم العروض اللي انا قولت لكم عليها في اول الفيديو عشان بجد هتتبهروا وهرجع معاكم هنا تاني نتفرج على حافظات السجاد وطقم السراير والحاجات الحلوة اللي انتم شايفينها دي بس تعالوا نروح الاول المول ونرجع هنا تاني. النهاردة سعر اقل من جملة المفروشات يا جماعة الناس اللي مهتمة بمفروشات المحلة الكبرى ركزوا لان اول فيديو بيبقى صاحب المكان مهتم كده ايه يعمل قلق فالنهارده في قلق كبير هيحصل في الاسعار ما شاء الله ده مول كامل يا جماعه طبعا عندهم ملابس وعندهم مفروشات وعندهم ملابس بيتي وملابس خروج يعني حاجات كتير هنركز النهارده على المفروشات وبرده مش هننسى عروض الملابس لان في حاجات كده ايه ببلاش. احنا فين الاول قبل ما ندخل احنا في المحلة الكبرى العباسي ده العباسي يا جماعه بجوار العراقي شركة العراقي دي معروفة جدا للأجهزة الكهربائية احنا جنبها على طول مول حاتم البسيوني للمفروشات عنوان ما يتوهش شارع عباسي شارع العباسي لو انتوا جيتوا وقلتوا عايزين العباسي عند العراقي هتيجوا هنا على طول العنوان سهل وما يتوهش ماشي يا جماعة طبعا هنا دخلة المكان من هنا زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله عندهم بقى ملابس خروج زي ما انتوا شايفين كده وملابس محجبات وعندهم الدور التاني ما شاء الله خاص بالملابس البيتي والناحية التانية كده ده مدخل المفروشات اللي هيتعمل عليها قلق النهاردة وعروض حلوة عندهم كل حاجة بقى خاصة بالمفروشات عندهم حافظات سجاد الحفة دفايات بطاطين طقم سراير فوط اي حاجة خاصة بمجال المفروشات ما شاء الله عندهم وكمان هم عندهم مصانع يا جماعة ففي منتجات خاصة بالمصانع بتاعتهم ان شاء الله هيبقى كمان عليها عروض مش طول عليكم بقى انا كان لازم طبعا اقول لكم المقدمة الحلوة دي عشان تستنوا كده وتشوفوا العروض ندخل بقى يلا نسلم على استاذ محمد ونشوف هيورينا ايه في مول حاج حاتم البسيوني يلا بينا بسم الله يا جماعه استاذ محمد معانا هو اللي هيكون بقى مشرف على الفيديو الحمد لله ازي حضرتك احنا بدانا الفيديو هناك بالفرع الاول اللي هو خاص بالتجار والعرايس جينا هنا بقى المول عشان نشوف ما شاء الله ربنا يوسع عليكم قسم الكاجوال ماشي هيطلع فوق نشوف المفروشات الاول خلاص نبقى ننزل تاني ماشي يا جماعه عشان في حاجات حلوه هنا قوي للعرايس هننزل لها تاني بس نطلع مع استاذ محمد القسم اللي فوق الخاص بالمفروشات الاول نشوف عروضه يلا بينا ماشي يا جماعه طلعنا الدور الثاني في مول حاج حاتم البسيوني زي ما انتم شايفين هنا القسم الملابس البيتي للعرايس وهنا كمان وهنا بقى قسم برده خاص بالمفروشات وفي دور كامل برده فوق للمفروشات استاذ محمد قال لي هنا في شويه عروض كده هيفرجنا عليها قبل ما نطلع نتفرج على الفوط الاول يلا بينا ما شاء الله بصي اول حاجه معانا العلب الفوط دي تمام دي ثلاث فوط دي حاجه قطن تمام حاجه شبه كده عامله 150 جنيه 150 تمام 150 جنيه 150 جنيه ده سعر الجمله ولا قطاعي؟ لا بصي دي سعر الجمله بتاعها تمام دي عشان عليها عرض دي اصلا المفروض بتبقى عامله 250-270 طب ثواني بس يا استاذ محمد يعني دلوقتي انا لو عروسه او حد عجب يعني انا هاخد ب 150 ولا لازم اخد كميه؟ لا لا لوحدها 150 ما شاء الله ما شاء الله بصوا يا جماعه دي ب 150 جنيه ثلاث فوط تمام ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله
ما شاء الله مقاسها كبير كمان. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه الفوط دي، الثلاث فوط ده طبعا البادج بتاعها ماسك فيها كده بس. ثلاث فوط مطرزين يا جماعه ب 150 جنيه ما شاء الله. احنا اتبهرنا اول عرض كده. حاجه استعمال، حاجه تسلم ايدك، تسلم ايدك ما شاء الله. طيب فرجنا بقى على ال حاجه شبه كده ب 150 برضه. برضه 150 التطريز ده؟ تطريز ليه الاسعار كده؟ ايه ده يا جماعه؟ ما شاء الله 150 جنيه؟ ايه؟ يا ده ما شاء الله تقيله. بص يا جماعه حاجه شبه التول ده برضه. تمام؟ يعني 150 لقطاعي وجمله. قطاعي وجمله. دي حاجه عروض، دي عرض، دي اصلا ما بتتباعش كده. الاسعار دي. دي كمان عرض الفوطه ده ثلاث فوط. 150 جنيه برضه في العرض. ماشي دول برضه ب 150 بس اللي بشوبيش دي ما شاء الله جميله جدا. افتح دي يا حمام كده معايا. دي 150 برضه؟ ماشي دي 150 برضه. خلي بالك احنا لو باخد الاسعار دي لنفسها لنفسنا مش هناخدها كده. ما شاء الله تسلم ايدكم. انا مصدومه عشان احنا بنصور مفروشات كتير فعارفين الاسعار، فما عادش حتى الفوط اللي هي البوليستر دي ما عادتش حتى ب 150، فما شاء الله دي خاماتها جميله. ميه وشوفي هتشرب الميه قد ايه. الله يخليك ما شاء الله. طيب هو ما شاء الله الكميات موجوده بقى يا استاذ محمد؟ ادلات كتير وكميات كتير. طيب ايوه طمنا كده. والله يا جماعه خامات تقيله يعني ما شاء الله. اللي هم عايزين الكميات موجوده كتير جدا في المخزن. طيب تسلم يعني تجار الجمله. حضرتك عندي النهارده المصنع بتاعنا منزل عرض النهارده على البورنوس. بورنوس النهارده برده ماشي 380 جنيه في العرض بتاعه ده سعر جمله اللي هيجي يشتري قطعة 10 قطعة 100 قطعة ب 380 ده دول بورنوسين بفواتهم بحاجتهم كلها 380. ايه الاسعار الحلوه دي؟ بصوا ان شاء الله ده برده 380 380 ما شاء الله. جوبير تطريز كل حاجه موجوده. ايه الجمال ده؟ ايه يا جماعه احنا طبعا الناس اللي متابعه شيماء كلنا بقينا اساتذه في المفروشات. الاسعار اللي احنا شايفينها دي ما شاء الله حلوه جدا. نعلى شويه بالسعر شويه. ماشي تمام. عندك كده وريلهم الاول قبل ما تفتحها يا استاذ محمد شكلها وبعدين افتحها. بص يا جماعه الجمال حاجات تحفه. فينا الرسمه داخلها حرير من هنا. ما شاء الله يا جماعه. طب احنا بقى مش هنسيبهم بقى النهارده، احنا نقعد نتفرج على الحاجات الحلوه دي كلها. تطرزها وشبيها تحفه تحفه دي 60 في 120. ماشي يلا بقى عشان هشتري منها دي النهارده. دي عامله 210. 210 بسم الله ما شاء الله. حاجه برده اللي بتقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله على الاسعار يا جماعه. هما بيتكلموا عادي يا جماعه لان دي اسعارهم عادي، بس احنا انتوا فاهمين احنا عارفين الاسعار. الواحد بيستغرب يعني ما شاء الله النهارده ولسه في فوط بالتقل ده ب 210 حاجه يعني عظمه يعني. ماشي يا استاذ محمد فرجنا كده وهات لنا الحاجات الحلوه كلها. واللطقم دي يا استاذ محمد في عندي كلطقم شبه كده. هات لنا الاسعارك الحلوه دي بقى، ده انتوا كنز النهارده. ثلاث قطع ايوه بمالك اتوصى بينا. ايوه عامل 110 في العرض النهارده. لو جيت عروسه 110 جنيه هو 110. خمس قطع ثلاث قطع طقم سرير كبير ب 110. يا بسم الله ما شاء الله. والله بسال بالصدفه بسم الله ما شاء الله. اغسلي براحتك ما شاء الله ما شاء الله. شوفي حجم الملايه. بص يا جماعه ما شاء الله يا جماعه بسم الله ما شاء الله. كل دي الوان 110. افردوا كده يا استاذ محمد وريني الناس المقاس. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه بصوا لقيت لكم ايه، الحقوا العروض الحلوه دي ب 110 طقم سرير كبير. طيب تمام يعني ممكن بقى برضو الستات اللي بتحب الملايات مقاسات كبير تاخد اتنين منهم للاطفال ب 220 جنيه يا بلاش. يا بلاش حلوين يا جماعه دول ب 110 ما شاء الله. طبعا كميات موجوده برضو. في عندي فورم اطفال شبه كده ماشي ده 185. 185 طقمين اطفال ست قطع. ست قطع ملايتين بقى. ايوه ملايتين. اسعاركم لسه زي اسعار ايام زمان، انتوا كده لسه بعيد عن زياده الاسعار. ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله حلو قوي. ده ب 180. انا هبعد اوريكم مقاس الاطفال قد ايه. والخامه ما شاء الله دي الخامه اللي هي بيقولوا عليها. احنا ثابتين على الاسعار القديمه زمان على قد اي متر وماشي غير احنا برضه ثابتين زي ما احنا السعر بتاعنا. تسلم يا ابو مالك. ابو مالك هي دي الام تي ال ولا بيسموها ايه المصريه؟ يا خراشي والله ما يجي حق تفصيلها. تسلم ماشي. في اشكال كتير يا جماعه منها ب 185 تفرشي سراير الاطفال.
تحفه تحفه يا جماعه تحفه. بس عشان خاطر النهارده اهو. ايوه اطفال الكرنيش النهارده اهو. ماشي برضو ست قطع الكرنيش. افتح لنا واحد بقى يا ابو مالك، افتح لنا وفرج الناس كده. احنا هنبوظ لكم الدنيا بقى النهارده. ده بقى تحدي بقى، حضرتك الطباعه بتاعته ثابته ما بتطلعش خالص، اغسلي براحتك. ما شاء الله حلو ده بكرانيش يا جماعه، بكرانيش. بصوا الجمال، بصوا اللي بيحصل النهارده يا جماعه، والاسعار التحفه. ان شاء الله كلكم اي حد مهتم يشتري مفروشات. الفيديو ده بقى ايه؟ ما شاء الله 225 235. انا عارفه الاسعار النهارده بنعمل الطباعه ب 195. ده دول اتنين ملايتين بحاجتهم، ست قطع. بصوا يا جماعه، بصوا الخامات ده مكرانيش على فكره 195 100 100. ولا والله ببلاش ببلاش، ما عادش الاسعار دي اصلا. احنا لو جبنا القماش ده وفصلناه هنتكلف اكتر من كده. ما شاء الله حاجات جميله جميله جميله. بقول لك يا استاذ محمد، الحاجات دي ايه؟ دي مفارش ركن؟ دي مفارش بقى بتاع السفره. اه ده مفرش. لا ده مفرش امبريه دبل فيس والشاي. طب فرجنا، فتح لنا الكشمير ده كده، افتح الكشمير ده. بص حضرتك كل ما يلزم السفره، الانتريه، ترابيزاتهم، بخدادياتهم، بحاجتهم كلها موجوده. طب كويس، يعني الركن والانتريهات وكل ليش تسريحه سفره انتريه. ما شاء الله ما شاء الله. ده للانتريه بقى بالمناديل بتاعته. بيبقوا 4 كراسي وكنبه ومناديلهم. ده نازل منه 6 الوان. صح حلو. طب ما فيش منه الخامه دي للركن؟ في منه، هو ركن وانتريه. طيب حلو. هو الكلام والانتريه جميل. طب وده سعره كام يا ابو مالك؟ سعره كام الطقم ده؟ استخامته جميله، وش قطيفه ووش ستان. بصوا خامه يعني ينفع صيفي وشتوي. الطقم ده النهارده استكمل. ايوه مفاجاه بقى عند جميع الناس ب 450 جنيه وعندنا ب 400 جنيه. ده وش قطيفه ووش ستان، طقم للركن او للانتريه ب 400 جنيه بس يا جماعه، بدل من 450 جنيه. ماشي يا استاذ محمد، عندنا مدلات كتير في الاسعار دي بالنسبه للفوط. تمام. بالنسبه لريتو البرنس الملك طبعا في شغل السروجي برده هنا يا جماعه، اهو شغل السروجي والحسن والحسين، يعني الحاجات برده اللي هي ما شاء الله. تشكيل مصانع عاليه كلها بتاعت الفوطه. ايوه احنا شفناه اللي ب 380. ده سعره ما يتنساش. استنى اجي لكم الناحيه دي كده. في طبعا يا جماعه مفارش العالميه والمجد وجمزه، هي كل يعني اي نوع مفروشات موجود، بس اسعارهم هنا ما شاء الله مرتاحه. احلى حاجه ان انتوا عندكم كل حاجه بسعرها، يعني مفيش مثلا ايه، لا كل حاجه بيبصوا على العلبه يقولوا لنا السعر، دي اهم حاجه. احنا عايزين لبسه عرايسنا. الله يخليك يا استاذ محمد، الله يخليك. عارفين ظروف الناس وعارفين الدنيا صعبه. ماشي ماشي يا جماعه، حلو قوي. ما شاء الله النهارده يا رب تطمنا على العرض اللي هتاخده. ايوه تمام. بقى الاسعار تسلم ابو مالك. الناس ما بتحبش الشغل ده، في حاجات ساده، حاجات من غير جوبير. بس خلي بالك ده ما شاء الله الوشين قطن. يعني مش وش قطيفه ووش قطن، يعني يشرب الميه. عامل يا جماعه ومع السليبر بتاعه كمان وفوط. طيب تمام ماشي 100 100. 380 جنيه. برضه عايزين بقى نفرج الناس على الفوط القطن. ماشي هنشوف فوط القطن كمان يا جماعه بقى. طبعا اسعار الفوط القطن دلوقتي وصلت 600 و700. 100 100. اسعار غريبه كده. عندنا فوطه شبه كده. دي ماركتها ايه بقى يا استاذ محمد؟ ده مصنع لورينا. لورينا. ده مصنع محترم جدا، دي خامه قطن 100%. باين عليه. تمام. العلبه دي اتباع بره 450 جنيه. تمام. دي عرض. قبل ما السعر يزيد دي عامله 380. بالخامه دي ما شاء الله، دي شبه السروجي كده، نفس الخامات التقيله. اه خامه قطن 100%. دي 120 طبعا تطفير من الجهتين. يعني دي كانت ب 400؟ دي بتتباع دلوقتي 400 450. ياه تستاهل. تمام. الحاجات دي اللي بتبقى مستخبيه يا استاذ محمد والتجار تكسب فيها بقى. يا صلاه النبي. دي معانا في العرض بكام؟ دي معانا في العرض ب 380 جنيه. الصلاه على النبي ما شاء الله جميله. بصوا يا جماعه. بقى يا جماعه 380. اخواتنا البنات اهو. طب اوصيك بقى وصيه يا استاذ محمد، عايزين الناس اللي تطلب شحن الحاجات دي. الشحن موجود. متاح؟ يعني سيب بقى ارقام تليفونات الناس تتواصل معاهم. السروجي يا جماعه. السروجي النهارده الام ار. السروجي. مشاكل الام ار بتاع السروجي فوطه كان. طبعا السروجي بيبقى مسعر معروف يا ابو مالك. السروجي المسعر. جميع المصانع بسعر المصانع. ماشي 100 100. اي مصنع، اي مصنع عالي قطن موجود عندنا بسعر مصنعه. تسلم. اي كميه تحتاجها العروسه موجوده. ما شاء الله. بصوا يا جماعه التحف. بصوا الفوطه عامله ازاي، جميله جميله. ده منتج تاني، ده منتج تاني من مصنع لورينا برده، مصنع برده ده بتاعنا. جميله. ده اي كميه موجوده منه العرايس لو عايزه شحن جمله موجود. طب ده يبقى ب 380 برده يا ابو مالك؟ اه ده 380 جنيه. 380 يا جماعه. قطن
تحفه. هو استاذ محمد بيقول لكم بتتباع بره ب 400 و450. انا مش عايزه اقول انها ممكن توصل ل 600 جنيه كمان والله يا جماعه، بس مش عايزين عشان الناس ما تزعلش مننا. بصوا بصوا الفوطه وتقلها، والستات البيوت بقى والامهات عارفين خامات. الحقوا جميله 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 جميله. عرض المصنع ده لان الكمامه ما تنتهي طبعا هتجي. دي سعرها القديم مثلا، دي سعرها احنا عاملينها على كل البراندات العاليه موجوده. تسلم يا ابو مالك. لسه بالقطن العاليه كلها موجوده، البراندات كلها موجوده. الغوامق بقى بحب الالوان، الغوامق اللون الاسمر مثلا، اسمر بجرباته. تمام ماشي. فوط الغامقه كمان يا جماعه موجوده بخامات قطن برضو. دي حاجه داخلها شاميليا كده، حاجه بسيطه مدرجات الوانها دي برضو في 380. الفوطه دي الوانها جميله جدا برضو، دي شكلها ما شاء الله كبيره. عايزه نص بشكير كده. عندك حاجه شبه كده؟ طب ده الاسعار، الفوط عندكم اسعارها حلوه جدا. طب مثلا برنوس السروجي بيبقى بكام يا استاذ محمد؟ مش ده السروجي؟ حتى المصنع بتاع محمد خليها تتفرج عليه مثلا. السروجي هنا في سعر المصنع، ما انا بقول لكم عارفين العالميه والمجد الاصلي والسروجي والماركات العاليه دي بتبقى كده كده في كل المحلات، تعتبر يا جماعه مسعره بسعر مصنعها ما شاء الله، لانها بتبقى عاجبه كل الناس. تحفه. ده برنس السروجي، متخيلين؟ جميل. ده بقى الناس اللي عايزه تاخد حاجه العمر العمر، هو ده طبعا. ماشي ماما، بصي بشكير السروجي يا جماعه، يا جماله وخامته وتحفته. بشكير السروجي، السروجي لا غبار عليه. يعني حاجه كده لا غبار عليه، ما ينفعش نتكلم عنه. ما ينفعش نتكلم، ما شاء الله تحفه. خلوا بالكم يا جماعه حاجه السروجي دي لما بتتغسل قطنها بيتقل، تخيلوا هي تقيله اصلا ازاي. ماشي استاذ محمد، دي حاجه عندها 275. 275 صلاة النبي. ده السروجي مشكلهم بالله كتير، يعني مش 400 السروجي. لا 275 الاصلي يا جماعه. السروجي اهو ام ار، اعلى حاجه في السروجي طبعا كلنا عارفين انها الام ار، لانهم بيبقوا ثلاث مصانع السروجي اعلى حاجه فيهم الام ار. ماشي 100 100. بشكل مصنع الجمل، الجمل يعتبر زي السروجي برضه. اه ماشي. الفيديو ده خطير، الفيديو ده خطير. عندك كيان والعلياء ما شاء الله، مصانع جامده بتنافس. عندك ده 230. بصوا يا جماعه، ده المصنع بتاعنا احنا، هي هنا كمية المصنع ورينا مصنعنا متاحه للجمله ما شاء الله. هنا زي شركه كده يا ابو مالك، فالاسعار بتبقى ما شاء الله، التجار بتروح وتيجي عليكم، عارفه ان انتوا فعلا المول اصلا شركه متخصصه. ايوه شركة. عندنا كان عند المصنع ملايه اسيل ومصنع الفوط ما شاء الله، عشان كده الاسعار كده يا جماعه. الله على الخامه، ايه الخامه الحلوه دي؟ بصوا الخامه دي، ده تركي ده وشه. هات هات بقى الناحيه اللي عليها تطريز يا استاذ محمد. بصوا يا جماعه التركي بقى وجماله، هي باينه انها تركي. يبقى 150 جنيه. 150 جنيه؟ 150 جنيه بقى، وتحدد لها في اي حته 150 جنيه. امسك افردها لهم كده كلها. ابو مالك دي ب 150. يا صلاة النبي. الله بصوا بصوا التركي ده، التركي ده دلوقتي معدي 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 سعره. بصوا يا جماعه الخامه، بصوا يا رب تكون واضحه، دي ب 150. امسكها بقى بالطول كده يا استاذ محمد. بصوا يا جماعه المقاس، نص بشكير ب 150 جنيه تركي. طب ده كمياته كبيره؟ لا موجود منه كميات. ده اسمه الماركه اسمها افلن، افلن التركي ب 150. هو على سعره القديم يا جماعه، سعره القديم. حتى بصوا السعر بتاعه، شكل الورقه قديمه اهي. يا طب استنى يا استاذ محمد، ده افلن ده في منه الوان ولا هو كله سكري؟ تحفة. ده تحفه تحفه تحفه، ده ده تحفه يا جماله. ماشي يلا بصوا يا جماعه، مصنع العلياء موجود برده، كلها رسومات رقيقه وسيمبل كده عشان العرايس اللي عايزه حاجات رقيقه. عرضه كام؟ يلا يا ابو مالك، يلا يا ابو مالك، 500 جنيه يا ابو مالك. ما سمعناش السعر ده النهارده، ما تقولش اسعار تانيه عشان الناس تزعل مننا. ايوه قول انت يا استاذ محمد. تمام. في عندي حاجه شبه كده، ايوه 460. 460 جنيه طبعا، ما انا عارفه هي ده علياء معروفه في كل مكان، والمصانع دي معروفه. تحفه تحفه. بصوا الخامات، بص بقى انا بصراحه اول ما بدانا العروض على الفوط اللي هي ب 150 واللطقم اللي ب 110 عادي، احنا ممكن نعمل عروض على حاجات معقوله، لكن لما نعمل عروض بقى على تركي ب 150
وعلى العلياء وعلى ما شاء الله المصانع العالية دي، هي دي بقى يعني العروض اللي الناس تفرح بيها وتيجي من اخر الدنيا ما شاء الله. عريسنا جهاز العروسة كامل تمام، هيبقى عامل 18000 جنيه. 18000. طب لازم نشوف العرض ده. تمام. خلاص ماشي. عايزين بقى نشوف احنا واقفين هنا كمان في قسم الفوط، نشوف فيه، انا شايفه مفارش قطيفه والحافه، مش عايزين نفوت حاجه. ما شاء الله. تمام. بصوا يا جماعه، اهم حاجه انتوا لما تكونوا بتتفرجوا على فيديو، دي حاجه انا بنصحها لكم، في ناس دلوقتي بتطلع تعمل شو، تعمل شو ان هي تعمل فيديو وخلاص وتعمل بروباجندا وانها بتظهر في كل مكان. لا يا جماعه، اهم حاجه تشوفوا الفيديو، تعرفوا الاسعار، وتعرفوا ان المكان ده عامل عروض فتقدروا تروحوا، عشان ما تروحوش مكان تلاقوا البيع اجتهادي والناس تتصدم. فمكان زي ده زي ما قلت لابو مالك، ده شركه يا جماعه، فالاسعار بتبقى واحده. بص ماشي، دي عروسه 3000 فوط الاطفال. تمام. دي سعرها 195. 195. تسلم على الدبدوب بتاعها. تمام. مش اسعار جميله، اسعار حلوه، وكانها زي ابو مالك اسعار ايام زمان. السعر ده عالي في الفيديو والعروسه. ماشي ما شاء الله. ماشي استاذ محمد، الموديلات برضو في موديلات كتيره موجوده، ده مصنع لورين هو. ماشي. موديلات اللي هي 380 يا جماعه. خامتها جميله. تمام. ماشي يا استاذ محمد. ماشي. كلية طبعا 380 قطن صافي 60 في 120، كميه تنتهي خلاص. خلاص يا جماعه. طب معلش يا استاذ محمد، ورينا الفوطه اللي عليها ورده دي بالمره. دي مصنع العلياء. العلياء بصوا يا جماعه التحفه. هات لي بصوا يا جماعه، دي العلياء يا جماعه، بصوا التحفه، لقطها لكم دي من على الرف، لقطها. كلها عليك خدي بس التطريزه والبسمه والبسمه. راقيه جدا، راقيه جدا. نوري بقى العريسنا الفوطه. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. حلويات جميله 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 يا جماعه. بصوا الخامه بالصلاه على النبي تقيله ازاي. نفس الصعيدي بقى، عشان ما انتوا هناك الفرع الثاني جنب الصعيدي على طول. ماشي يا جماعه، تسلم ايدك يا استاذ محمد. كفايه فوط لحد كده، كتر خيرك. احنا كده اطمنا للفوط. ورينا بقى مفارش العالميه وجمزه بتاع المصنع بتاعنا برده في التشكيلي الثاني. طب يلا تشكيلي، وهنا برده المصنع بتاعنا. مشكور بتاعنا اهو، بشكير يا جماعه. يا ده كبير جدا ما شاء الله، حلو ده. كام قطن محمله معاك؟ ايه جميل قوي. ميه في ثانيه 190 جنيه 190. والله العظيم، والله 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 والله، السعر ده ما بيطلع من مصنع البشكير، سعره اعلى من كده، اعلى من كده. طب دي كميه عملنا عليها عروض 190. بس الكميه اللي موجوده في المكان. ماشي يا جماعه، يعني دي اللي هيجي اسرع يعني يا استاذ محمد. ماشي يا جماعه، 190 والله العظيم ببلاش، كتقل وخامه ومقاس، ده يعتبر ملايه. بصوا امسكوا كده يا استاذ محمد، اوري لهم بس مقاسه من بعيد. بصوا يا جماعه، ده سعره 190 جنيه، شوفوا قد ايه واخد نص المكان اهو، 100 100. بس ده استاذ محمد قال لكم كمياته محدوده عشان بس اللي يجي بسرعه. ماشي الله ينور. ماشي استاذ محمد، احنا بهدلنا الدنيا خالص. تسلم، ربنا يبارك فيك ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا على الاسعار اللي انتم بتقدموها لنا دي. والله تسلم يا استاذ محمد. ماشي يلا، نتفرج كده هنا بسرعه كده على المفارش القطيفه ونطلع بقى الدور الثاني. ماشي يا جماعه، عايزه افرجكم هنا العالميه برده اهو موجود. ماشي تمام، دول اتنين اطفال قطيفه. بصوا الالوان، ده جميل برده، ده الكبير بتاعه ده الكبير يا جماعه، اللي هي المفارش القطيفه اللي معروفه زي العالميه والمجد الاصلي. ماشي، اسعارها مثلا بتبدا من كام يا استاذ محمد؟ قول للناس طمنهم. عندك حاجه شبه كده عامل، بس ده حاجه تركي، ده حاجه محترمه. ماشي تمام، ده حاجه شبه كده عامل 1200. 1200 1200 وكده سعره حلو. ده سعره اصلا لا يعني، ده بالنسبه لك الحاجات القيمه ممكن تكون في اسعار اقل من كده. لا في اسعار اقل من كده كتير. ايوه بقى، بس دي حاجه اللي نصح العروسه اللي هي استعمال. بصوا يا جماعه، الحاجات القيمه عندهم اللي هي التركيات ب 1200، تخيلوا ان الاسعار الثانيه اقل من كده. بصوا الجبيره، الله ينور الله ينور الله ينور الله ينور الله ينور يا جماعه. طبعا في ناس كده بتتفرج وبتبقى عايزه تشتري، انا حاسه بيكم، بتبقوا حاسين بإما تشوفوا اسعار زي دي. ما شاء الله شويه لقط. بصوا ما شاء الله،
في انواع بقى كتير، يعني ده 4 قطع، التاني 6 قطع، يعني ما شاء الله. ماشي حلو ده برضه. 1100 جنيه. 1100. ما شاء الله. ده بصوا يا جماعه العلبه بتاعته ما شاء الله قد ايه، حاجه محترمه. تمام. الحاجات دي دلوقتي بقى بيتنطق فيها 2000 و2500. الناس بقت نتبقى اجتهادي بقى. احنا الحمد لله سعرنا اقل سعر ما شاء الله، بنرضى بالقليل. اهم حاجه ان احنا نرضى الزبون ما شاء الله، ويكون ان الزبون ماشي عندنا مبسوط، دي اهم حاجه. بصوا يا جماعه الالوان، في اللون ده جميل قوي. بصوا ده عريس خالص. ارفع الورقه دي كده يا استاذ محمد. بصوا يا جماعه، بصوا الخامات ب 1100 جنيه. 1100 بثمن النهارده مليتين بعد زياده الاسعار. بص ما شاء الله 100 100. طبعا كل درجات الالوان موجود. حلو اللي فيه تطريز ده قوي ما شاء الله، دي حاجه قمه في الجمال. ماشي ايوه، قلنا ده الاسعار مكتوبه. الاسعار مكتوبه. ماشي ده هيبقى سعره كام؟ قول لهم الاطفال ده كمان حاجه شبه كده. ايوه 1250. 1250 اتنين اطفال ما شاء الله. 6 قطع يا جماعه، خلوا بالكم دي مصانع عاليه، دي مصانع عاليه، مش شغل شعبي ولا حاجه. لا لا مش شعبي. ماشي 100 100 يا استاذ محمد. هنا طبعا برضو الحفا ادينا نبذه برضو على اسعار الحفا، عشان نطلع بقى القسم اللي هو الدور الثالث اللي هو اللوكسيات زي ما انت قلت لنا. دي حاجه بسيطه كده يعني. في حفة اطفال، في طبعا موديلات كتير موجوده في المعرض هناك، بس يعني دي حاجه بسيطه كده. ماشي طبعا، في المعرض اللي احنا صورنا فيه في الاول يا جماعه كميات بقى، هنا حاطين عرض، لكن ما شاء الله المخازن بتاعتهم مليانه شغل، الناس اللي عايزه كميه كمان. تحفه ده جميل جميل قوي ده، وما شاء الله مقاسه كبير. يعني رغم ان هو اطفال، والله مقاسه كبير وخطه تحفه. لا لا حلو، انا شايفاه جميل فعلا قيم. حاجه شبه كده. ايوه 6 قطع 1150. ما شاء الله والله، كنت هقول 1250 والله. 1150 جنيه عملوا لنا عليه عرض واحنا واقفين يا جماعه، لحافين اطفال. بصوا تحفته. الله يخليك يا ابو مالك، الله يخليك. انا فرحانه قوي بالاسعار دي والله ما شاء الله. يعني برضو مش حاجه خفيف، يعني بصوا عرض بسعر 1150 جنيه. بصوا الخامه، بصوا يا جماعه بقرب لكم اهو اهو. ماشي تمام تمام. تسلموا يا استاذ محمد. ده مش ده ظهره يا جماعه، فرو في عطيف منه محضوره يا جماعه. ايوه اللي هيلحق النهارده العرض ده في خلال اسبوع هيكون خلصان. ماشي. وانتوا عارفين بقى، لان الحاجات دي ما فيش الاسعار دي والله. والمفارش القطيفه مع استاذ محمد قال لك برده ب 1100 و1200، حاجات كده ببلاش. النهارده تضحيات وعرض العروسه قوي جدا. ماشي باذن الله. ده مقاس كبير بقى، لحاف كبير ولا اطفال برده؟ بس كبير. ماشي تمام. برضه العروسه لما تيجي نفرد لها كل حاجه كده وتشوف كل حاجه قدامها. ماشي يا جماعه، طبعا العروسه هتيجي تتفرجي براحتك، دي حاجه سيمبل بقى، وهي اصلا الـ الـ الشركات الكبيره منزله للحفه السيمبل دي يا جماعه، ما عادش بقى الشغل التقيل اللي هو الشغل التطريز والجوبير، لا دي حاجه استخدام ويبقى شكلها حلو. الكبيره هيبقى بكام يا استاذ محمد؟ 750 جنيه. مليون لايك. عشان خاطر فيديو جميل، فيديو جميل ما شاء الله. اللهم صل على النبي. لايك يا جماعه للفيديو ده ما تنسوش، دعواتكم الحلوه توفيق من ربنا. كل الناس عايزه الدنيا تمشي، كل الناس عايزه الاسعار تبقى في المعقول. الاسعار في المعقول اهي. عرض السيد الكبير ده بكام؟ يلا يا ابو مالك شوف لنا ده بكام. ده 850 في العرض. 850 جنيه لحاف كبير ب 850، قطيفه برده. تسلم ايدك ما شاء الله. حاجه هي عموما يا ابو مالك الاسعار بقى بتزيد زيادات بسيطه او بتقل زيادات، بتقل على حسب الموديل. حاجه موجوده في المخزن حضرتك هتيجي هترجعي على السعر اللي قلناه في الفيديو. تمام 100 100. تمام ايه اللي تلحقوا بقى يا جماعه ان شاء الله. ماشي تمام 100 100. ده اللحاف الكبير. تمام ماشي تمام. طبعا اشكال المفرش اللطيفه طبعا يعني اشكالها كتير، موديلات كتير بكميات باسعار.
عندك ده كام زي جماعه بقى والحاجات العاليه؟ ماشي. عندي حاجه شبه المجد ده برضو. عندي حاجه برضو المجد اهو كمان موجود، مجد الاصلي. عندك الاسباني ده ادريدولا. طبعا الحاجات دي بسعرها برضو يا استاذ محمد. ماشي تمام. بسعرها واللي بسعره القديم هيتباع بسعر القديم. ماشي 100 100. احنا خدنا نبذه هنا عن الحاجات الحلوه اللي موجوده واسعارها. نوريكم بقى الحلويات اللي فوق. يلا بينا نطلع فوق للوكسيات يا جماعه، استنونا. ماشي يا جماعه، طلعنا الدور الثالث في مول الحاجه حاتم البسيوني عشان نشوف بقى الشغل اللوكس، وتتصدموا ان الاسعار اللوكس هنا يمكن زي الاسعار الشعبي بره. مفاجات عندنا هنا. مصانع ايه يا استاذ محمد؟ في هنا مصانع، في عندك فينوس، في عدي، في العلا، في ما شاء الله. يعني معانا الاكسلانس وبلدي والحريه وبيسان كمان موجود. بصوا يا جماعه المصانع العاليه اللي لما كل الامهات بتسالني ايه المصانع العاليه في المفروشات، هي دي يا جماعه، بيسان، الحريه، الاكسلانس، البلدي، فكل ده موجود وعليه عروض. بصوا التحفه ما شاء الله، جميل. بصوا جميل، مصانع كتيره. مدير راحه. ماشي مدير راحه، ده في مصنع بلدي. ماشي، كل الاقطاب موجوده، العاليه موجوده، الحريه. ماشي يا جماعه ما شاء الله. بص عايزه اوري لهم بس يا استاذ محمد كميه البضاعه اللي موجوده ما شاء الله يا جماعه. هنا زي ما انتم شايفين اهو، عايزه اقول لكم ان انا هنزل معاكم المخزن برضو لان هنا العرض. فالحاج حاتم بيقول ما شاء الله عندهم مخازن مليانه شغل عشان طبعا تكفي العرايس وتكفي التجار اللي بتيجي. فهننزل برضو نشوف المخزن واوريكم كميه الشغل. بص التحف، بص يا جماعه الجمال، الله. قطن بقى ايه؟ مش قطن 100%، ده 1000000%. دي الحاجه اللي تتنسى العمر كله ما شاء الله، تحفه. جميل جميل، قطن تكس ولا قطن بوكس، وكمان موجود الحريه وانتر مارك وامبريال، كل المصانع العاليه. ماشي يا استاذ محمد. عندك حاجه كده اكسلانس، ده الاكسلانس ده اللي باستك. اه جميل، ده طعمه باستك كده وهديه الجماعه اللي بيحبوا الحاجه السيمبل الهاديه. تمام. طبعا خامته ولا كلمه. ماشي يا جماعه، انت قلت لي يا استاذ محمد ان اسعار الحاجات اللي هي اللوكس دي هنا بتبدا معانا من 300 وي. 300 وي، في حاجات بقى لها عروض عامله 270 280 في الحاجات العاليه دي. 270 حاجات هتخلص اللي يلحق اللي هيجي الاول. ما شاء الله المصنع ده جميل قوي، مصنع العلا يا جماعه. بصوا يا جماعه الطقم، بصوا يا جماعه الطقم عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. على طول بقى نقول 350 370 في بقى 400 واحنا طالعين. ماشي تمام. يعني اقصى حاجه هنا في الستميات. الستميات ما فيش بقى زي ما بنسمع بره 700 برضو على حضرتك بتتباع بره 700. ايوه ما شاء الله. بصوا يا جماعه بقى افرجكم على الاشكال، وانتوا كده اطمنتوا للاسعار ما شاء الله، واطمنتوا كمان للمنتجات العاليه الاسامي المعروفه، يعني مش اي عروض. ماشي، مصنع بلدي. تمام. طبعا كل الالوان موجوده، كميات. انت كنت دلوقتي بتتكلم ان في حاجات على اسعار قديمه من بلدي ب 350، ده حقيقه؟ ماشي، ده انا سمعت قلت اقول لكم. تشكيلته كلها 350 في العرض، سعر قديم. قديم، مصنع بلدي. العروسه جايه من طرف حضرتك. الله يخليك. مصنع بلدي. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا دي حاجه على عرض. ماشي. دي 7 قطعة حرير يا جماعة، طبعا معروف من مصنع بلدي، ده هيبقى عليه عرض. ده 7 قطعة. تمام. ده عامل 450. 450. انت اصلا قلت لي ان هو بيجي عليكم جملة دلوقتي ب 600 وي. اه، دي حاجات كلها اسعار قديمة. ماشي يا جماعة، عشان انتوا لو لقيتوه برضو عشان الامانة عند حد ب 600 جنيه او ازيد، هو ده سعره الحقيقي، لكن دي حاجات على اسعارها القديمة اللي هيجي بسرعة يلحقها في ال 400 اهو. ماشي، الله ينور. برضو من ضمن الحاجات اللي لو خلصت مش هتتكرر بالسعر ده. اه، مش هيتكرر بالسعر ده. طيب، عندكم شويه لقط كتير يا جماعه، السرعه انكم تيجوا مطلوبه عشان تلحقوا. انا بقول لكم كل حاجه باسعارها، في قط ام مليات معاها الفوطه بتاعتها. لقط ام جميله ما شاء الله، مصنع اكسلانس برضه. بصوا الاكسلانس تحفه. تمام، تحفه تحفه تحفه. دي حاجة كده شبه حلويات رمضان. الاكسلانس بيبقى خامات ما شاء الله، خامات قطن، قطن والتطريز والحاجات دي تركي، لانهم حاطين علامة تركيا يا جماعة ما شاء الله. 100 100. السبعاوي برضو. السبعاوي كمان معانا. عالية جدا. ماشي. الطقم ده برضو. تمام. المصنع ده موديلاته عاليه جدا وتطريزاته حلوه جدا. يعني احنا يا ابو مالك مش هنقدر نقول مثلا ان العروض دي لفتره محدوده، احنا هنقول على حسب نفاذ كميات الحاجات اللي عليها عروض. تمام. عشان الناس بقى ما تشوفش يا جماعه الفيديو بعد شهر وتيجي تقول ما لقيناش، لا
احنا شوفوا تاريخ الفيديو في حاجات على اسعارها القديمه قلناها للي هيلحقها في الاول، لكن في العموم الاسعار كده كده حلوه. يعني حتى لو انت شفتي الفيديو وعجبك المكان وعايزه تيجي كده كده الاسعار جمله ما شاء الله، ودي حاجه كلنا بندور عليها. ما شاء الله يا جماعه ما شاء الله، حاجات جميله ما شاء الله. عندك ده برده، ده موديل تركي، ده مصنع فرنسي برده، ده اللي معاه الكوفرته بتاعته. ماشي، جراحه القطان ده ما شاء الله ما شاء الله تحفه. ده عامل زي المفرش السوفت، بصوا ده يا جماعه عامل زي المفرش السوفت كده. طبعا كل طقم بنشوفه الوانه كلها متوفره. زمان الجمله برده عايز تمام ماشي، زمان الجمله برده عندنا كل الاسعار تمام، كل الاسعار موجوده، كل الموديلات موجوده. انا شايفه برده في هنا حاجات تركي برده يا استاذ محمد، يعني ده مثلا فوم ده تركي معاه الكوفيرتا بتاعته. بصوا يا جماعه التحف، واو ده جميل قوي، ده موجود هنا برضو ماشي 100 100. هنا بقى قسم المفارش السوفت والاطفال. رئيسنا برضو عايزين يجوا حاجه برضو عندنا، مش عند ناس كتير، اي حاجه عجبك عايزين نفتحها لك تشوفيها وريها لك على طبيعه. تمام 100 100 تمام ماشي. عندك المفرش التركي برضو، ده يعتبر بطانيه بقى تمام، دي بطاطين لحاف. ماشي يا جماعه، بطاطين دي تنفع بقى كذا استخدام. تمام، في اللون ده جميل برضه، ده ارينا هوم، ده تركي. ده ارينا هوم ده تركي يا جماعه، مش واخده بالي، ده تركي ارينا هوم، الحاجات اللي هي ممنوعات دي ممنوعات دلوقتي. تمام، اه في هنا كوفرتات المجد، وفي لويندي، وفي العالميه ما شاء الله كل حاجه. العالميه والمجد الاصلي يا جماعه موجودين، اللي بتبقى بقى السبع قطع والثمان قطع وكل العدد القطع بقى. بس بقى دي سعرها برضو لحد ما تخلص العالميه الاصليه، لحد ما تخلص سعرها مش هيكون كده. طب كام؟ تمام 700 جنيه. 700 جنيه ما شاء الله. العالمية جوبير النهارده. العالمية الأصلية. الأصلي. ما شاء الله. كمية تخلص مش هتكون موجودة تاني. ماشي يا جماعة، دي عندهم على سعرها القديم. يعني أنت أصلاً أنت ممكن تيجي تجهزي جهازك كله في عروض بأسعار كنت ممكن تجيبها من خمس ست سنين. أيوه صح، أنا ملاحظة كده. ماشي يا جماعة، ده يبقى الفيديو ده نصيحتنا ليكوا إيه؟ تعالوا بسرعة الحقوا العروض اللي قلناها في الأول عشان دي أسعار قديمة، لو خلصت مش هتيجي بالسعر ده تاني أصلاً. ماشي، وفي موديلات كتير في المجد برده اللي هو بيبقى سعره اقل من المجد الاصلي برده يا جماعه موجوده اهو. دي في الكوفرتات، في عندي كوفرتات اصلا من 280 و300 لحد برده ايه، في بيعدي 1000 و1000 ونص. يعني يا استاذ محمد لو مثلا ام عروسه دي اللي عليها عرض، في برده موديلات ثانيه برده اسعارها عندنا اسعار قديمه واسعار حلوه، بس الجديد منها بيبقى معدي ال 1000 جنيه. ماشي تمام تمام. يعني دلوقتي انا عايزه اقول لو ام عروسه مثلا عايزه تجهز بنتها وتلم الدنيا، في حاجات على قد الايد. ماشي، مش شرطك في انك تلحقي. طيب تمام تمام ماشي 100 100. في برده كوفرتات ممكن توري حضرتك تمام، الاطفال ماشي يا جماعه. هنا برده في كوفرتات المجد والعالميه الاصلي برده اطفال، دي برده على سعرها القديم ولا السعر الجديد؟ على سعرها القديم، بس نخلي سعرها مفاجاه بقى. بصوا يا جماعه، هي الورقه شكلها قديم حتى اهي، طب دي ميزه وربنا يبارك لكم عليها انكم ما غيرتوش الاسعار، يعني القديم على القديم والجديد بتبيعوه بالجديد. الحمد لله عارفين ظروف الناس، تحفه، نرضى بالقليل، بس اهم حاجه زي ما قلت ان الزبون يكون ماشي مبسوط. ماشي يا جماعه، هنا ما شاء الله بقى قسم المفارش السوفت، يعني بصوا حاجات برده خيال. اسعار المفارش السوفت بتبدا معانا من كام يا استاذ محمد؟ المفارش السوفت الحلوه دي، المفارش السوفت برده من اول 350 350 لون كوفرتا دي النهارده 9 قطع يا فندم. ماشي 9 قطع، سير كبير وشين دبل فيس، معاه ملايتها، معاها اتنين ملاية، ملايتين، اتنين خدادية، ماشي، اتنين تربيعة واتنين مخدة، يعني طقمين سراير اهمت بكوفرتته. تسعة قطع النهارده بسعر قديم 800 جنيه 800 جنيه ما شاء الله، دي برضو كمياتها محدود، ما عادش منها اللي يلحقها بقى اللي هو فاضي منها شوية. طيب. ماشي يا جماعة، عروسة هتيجي خلال الأسبوع ده هتلحق منها، دي برضو لحد نفس الكمية. ماشي، ده خمسة قطعة 400 جنيه 400 جنيه لحد نفاذ الكميه، مفرش سوفت. الله ينور الله ينور، العروض دي للناس اللي بتشوف الفيديو وتلحق الاسعار. بس عموما كل حاجه احنا بنقول سعرها يا جماعه، بس في حاجات زي ما بعيد تاني ايه لو خلصت ايه يكتبوا كده في التعليقات، مش هتيجي بالسعر ده تاني ما شاء الله. ماشي يا استاذ محمد، 350 350 مفرش سوفت 350 جنيه برده، ده نفس ال تمام، عشان برضو المصنع ما يزعلش مننا واخواتنا التجار ما يزعلوش مننا،
ده لحد ما ينتهي، لحد ما الكميه تنتهي السعر ده مش موجود تاني. ماشي، اللي هو الجولدن هاوس هيبقى 350. قول لحضرتك مثلا، واللي هو كان التاني اللي فيه تطريز ده. ايوه لورا ده. تمام ماشي يا جماعه، دول عرض معانا كده، هما كمياتهم حلوه بس بالنسبه للناس بتبقى 450 في الخاص. 450 حلو جدا. ماشي تمام. ماشي، هنا كمان فيها فرش اطفال تحفه يا جماعه، بصوا الجمال ده تحفه قوي ده. ماشي يا استاذ محمد. تمام، اطفال برضو فيها اسعار حلوه. تمام ماشي، مش متذكر بس انا قلت 150 وان طلع برضو بس. طيب. خامات عالية. يعني كويس. طيب كويس. تمام، وده يا استاذ محمد جميل، ده تركي ده ولا ايه؟ في عندي حاجه ده مصري ستايل تركي، يعني بصي زي التركي بالظبط. تمام تمام، في عندك حاجه شبابيه. عرض كام ده يا بنات؟ بصي بقى ده عامل 750. ماشي يا جماعه، ده ب 750 10 قطع مع عملياته، 2 كوفرت، 2 ملايه، 2 كيس مخده من خدوديه والاتكال. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ايه رايكم في الاسعار يا جماعه؟ لايك للفيديو ما تنسوش، وان شاء الله هنصور هنا دايما بدل اسعارهم حلوه كده مش هنسيبهم. ماشي يا استاذ محمد، انا عايزه اشوف كمان طبعا بقيه موديلات اللي هتبقى موجوده. ماشي، الحفه بقى موديلات كتير طبعا موجوده في المخزن وفي كل حته، بس يعني مش عارفين نعرضها كلها. ماشي، احنا عرضنا منها هناك في الفرع اللي هناك. والناس شافتها بالتفصيل. انا عايزه اوريهم بقى العروسه هتيجي كل اللي هي عايزاه في دورها تشوفها على الطبيعه عشان تختار اللي هي عايزاه. ماشي تمام، في الدفايات برضه، وبرضه هنصور مناطق الاطفال هناك بتوسع في المعرض الكبير، في تشكيله اكبر من ماشي. ده اللي هي الدفايات طقم الكامل. ماشي تمام، في عندنا بقى الدفايات اصلا اسعارها من اول 100 جنيه الدفايه اللي هي الفرداني. تمام، كل ده هنشوفه تحت دلوقتي. تمام 100 100. هنا بقى عايزه اوريهم شويه اللطقم الحلوين دول اللي هم الاطفال، لانهم عاجبني بصراحه من ساعتها قاعده اقول لاستاذ محمد عايزين نشوفهم. بصوا يا جماعه موديلات مفارش الاطفال او ملايات الاطفال عامله ازاي، دي برده مصانع عاليه، انتوا شفتوا الاسعار اهي. ما هم هو قاعد يقول الاسعار وانا عايزه اتفرج على الاشكال. مكان جميل واسعار حلوه. ماشي تمام 220 ده يا جماعه. طبعا استاذ محمد في حاجات هتبقى للتجار باسعار اقل. التجار طبعا، ايوه، عشان يا جماعه لو تاجر بيتفرج وهيجي يتعامل مع المكان هتبقى السعر برضو اقل من اللي بنقول. احنا في حاجات قايلينها اصلا جمله عروسه شبه التاجر. ماشي، وفي حاجات برضو بتبقى معمول عليها عرض العروسه، الفرق بينهم مش كتير. 100 100. تمام، يعني الحاجات اللي هتتلحق ديت كلها اسعارها واحده. ماشي، التاجر او العروسه كلها اسعارها واحده، الحاجات اللي هي عليها عروض دي كلها. تمام، طقم السرير دي تمام، ده 220 برضه باشكاله بقى. دول السري دي اشكال كميات كبيره جدا. في المجد اللي هو المستورد، الكوفرتا المجد المستورد برضه عايزين نشوفها. مخبيه الحلقه دي ليها بالظبط؟ لا سمحت، المجد المستورد ما حدش منها برضه كتير، اللي هتلحق العروسه في الشغل القديم بالسعر القديم. ماشي يا جماعه، دي المجد المستورد دي مطرقعه اصلا جميله ما شاء الله، دي عامله زي النص بطانيه كده او البطانيه. بصوا يا جماعه دي خامتها جميله قوي. ماشي، حاجه اسمها دفايه. تمام ماشي تمام، في بقى البطاطين والبطاطين فيها بس نقعد ده هننزل بقى تحته. ماشي يا جماعه، لسه هنكمل بقى كل اقسام المول عشان اوريكم كمان الملابس الكاجوال كده ناخد عليها فكره هي والبيتي، وهيبقى في فيديو مفصل ليهم، وبعدين نشوف الفيديو بتاعنا وعرضنا الحلوه من مول حاتم البسيوني. اللايك واستنونا نرجع لكم على طول. دي حافظات سجاد تركي ما شاء الله مقاساتها كلها، ده المقاس الوسط اللي هو 160 في 2.5 مش 2.25، 2.5. ماشي تمام. ماشي يا جماعه، دي سعرها هيبقى جمله، كمياتها موجوده ما شاء الله، وفي منها مشايات ما شاء الله، كل حاجه اصلا بنشوفها موجود منها كمياتها. في منها الكلاسيك وفي منها المودرن ما شاء الله. ده كمان المقاس 160 في 2.5 وافي يا استاذ محمد، يعني كبير كبير مقاسها كبير. دي اصلا ما شاء الله طايره. ماشي، وقفها لهم كده بالطول عشان تبقى شكلها باين. ماشي يا جماعه، دي برضو مودرن كده، اشكال مودرن، اي لون بقى انت عايزاه موجود، احنا بنفتح جزء من الحاجات اللي موجود. تمام، قعدنا نلف فيها من الصبح مش هنخلص. ماشي يا استاذ محمد، والمشايات بتاعتها برضو موجود. موجود ماشي تمام، موجوده اهي المشايات بتاعها ما شاء الله، اللي هي المتر في 3 والمتر في 2، كلاسيك والمودرن ما شاء الله.
ماشي يا جماعه. دي اه ده دي اكتر من متر في 3 كمان، ده ما شاء الله يجي لها متر في 4 كده. تمام 100 100. دي 2 في 3 اهي، 2 في 3 الكبيره بتاعتها. الله جميله، اللون جميل تحفه. طب استاذ محمد الشحن الحاجات دي برضو متاح؟ الشحن متاح 100 100. بصي اشكال كتير موجوده، موديلات كتيره، كل الموديلات والالوان يا جماعه. طبعا الحاجات دي لا غنى عنها بقى في الصيف، وكل الستات عايزه حفاظات سجاد اهي بسعر الجمله هنا يا جماعه. ماشي 100 100. عينات بسيطه في اللون ده تحفه جدا، اللون المنت اللي نازل موضه ده. جميله يا استاذ محمد، تسلم ايدك ما شاء الله، حلوه جدا. ماشي يا جماعه، انت شفتوا يا جماعه كده اللطقم اللي ب 220 جنيه تشكيلتها كبيره جدا. احنا بنحاول ننجز هنا لان هنا جمله يا جماعه، مش هنقدر نفتح الشغل ده كله ونقول اسعاره، بس هنروح هناك نقول الاسعار كلها. الحاجات اللي هنا مش هناك هنقول سعرها. حاجات بسيطه شفناها هنا طبعا، الموديلات هنا كتير جدا ما شاء الله. تمام، عندك حاجه شبه كده مثلا اكسلانس. اكسلانس تمام، طبعا الوانه كلها موجوده ما شاء الله، الكميات يا جماعه والالوان. عندك موديل شبه ده، الحمد لله الموديلات عندنا كتير، لو قعدنا نفتح هنا الصبح مش هنخلص. ما انا بقول لك بقى هنا ناخد جوله كده وبعدين نفتح هناك بقى ونقول الاسعار. الحريه اهو كمان استاذ محمد، الحريه جروب، وافتح لنا واحد كده الناس تشوفه. عندك حاجه طقم الاطفال الشباب ده؟ ده طقم السرير ولا ايه؟ ده طقم السرير اهو، ده الحريه ما شاء الله. حطينا على سعرها القديم منها الطقم ده، واحنا نقول بقى الاسعار بقى. ماشي يا جماعه، ماشي يا استاذ محمد. ورينا بقى الحريه الكبير ده كمان، عشان في ناس غاويه الحريه طبعا اساسي. ماشي يا جماعه، قطم الحريه هي يا جماعه بقى اللي هي ايه، لازم تكون في جهاز كل عروسه ما شاء الله. 100 100. موديلات موديلات كتير برضه، في طبعا الحفت السروجي ما شاء الله، الحفت السروجي الاطفال يا جماعه، ده الحاجات دي ما عادتش موجوده دلوقتي. المعرض ده المفروض جمله بس، برضه نستقبل فيه عرايسنا يختاروا كل اللي هم عايزينه. خلاص هي الناس تبقى تيجي بقى هناك يا استاذ محمد في الفرع اللي في العباسي جنب العراقي، وانتوا تجيبوهم هنا لان ايه يعني. ماشي يا جماعه. تمام، وفي عندنا اللوتون دي برضه، دي برضه حاجه مصنع كده 100 100. ده مصنع الولا يا جماعه، مصانع عاليه. ده الطقم ده اصلا هادي وجميل جدا. جميل 100 100. بس الناس بتحب الجوانب. كل ده هيبقى معانا في العروض يا استاذ محمد. ده طقم بيسان. بيسان ده. ما شاء الله. ماشي. ده بيسان اهو، ده نفس الموديل بس ده من تاني منه. تمام، ده مصنع العلا. ده العلا. في عندك حاجه شبه كده، ده مصنع بيسان برضه. ما شاء الله. تمام. طبعا بجيب لكم الحاجات اللي قدامي كده، طب لكن طبعا انت لما تشرفونا تشرفونا وتنورونا. الحاجات هنا كتير، موديلات هنا كتير. بريال يا جماعه. بريال. الموديل ده تحفه ما شاء الله، ده تحفه. ماشي يا جماعه، طبعا الناس هتبقى قاعده دلوقتي فين الاسعار فين الاسعار، كل الاسعار هقولها لكم، بس بوريكم الكميات وبوريكم الموديلات، لان ما شاء الله هناك بقى المول هنقول الاسعار فيه. هناك الاسعار مسعره يا جماعه، فهقولها لكم كلها. دي كوفرته بطقم سرير، اللون ده تحفه، اللون ده تحفه. ماشي، مصنع لامار. تمام، في موديلات طبعا موجوده، موديلات كتيره جدا ما شاء الله. ما شاء الله، اللهم صل على النبي. كل ده هنا بالجمله، يعني اللي هيجي ياخد هنا هياخد جمله يا جماعه. طبعا الالوان كلها موجوده ما شاء الله. مصنع طبعا مصنع راحه تحفه. تمام، تحفه تحفه ده. عينه الجوده تحفه ده، جميل. ده تصميمات تركي كده، موديلات كتير، ده طقم اطفال. ماشي تمام، تلاقي كل هنا كل الاذواق، الهادي اللي فيه شغل كتير، سيمبل، كل حاجه موجوده. ماشي يا جماعه، شايفين بقى ده طقم بلدي حرير. حرير انت قلت لي ده هيبقى هناك عليه عروض برضه. هناك في عروض، طقم 7 قطع عليه عروض، بس خلي برضه سعره ايه هناك بقى. ماشي يا جماعه، كل ده هقوله لكم هناك الاسعار، بس نتفرج كده على الكميات عشان لو تاجر بيتابع عروسه تبقي شفتي تشكيله الشغل اللي موجوده كلها الخاصه بالمول، لان ما شاء الله في مخازن كتير زي المخزن اللي احنا واقفين ده يا استاذ محمد، غير المول يعني. ما شاء الله الحاجات اللي فيها الشغل. المعرض بنستقبل فيه زبون الجمله، بنطلع منه مخازن كتير، لكن ان شاء الله هنا هنستقبل فيه العروسه القطاعي عشان الضغط الناس اللي تيجي. احنا كده كده عاملين الاسعار جمله، عروض الاسعار جمله، بس اللي يلحق طبعا اوريكم من هناك حاجات باسعار قليله وقديمه مش هتلاقيها، بس اللي يلحق طبعا. دي ممكن ناخد
دي الفوط تمام. في معرض فوط برضو ماشي جنبنا هنا. انتوا اصلا عندكم مصنع فوط استاذ محمد؟ عندنا مصنع فوط طبعا، مصنع لحاف. ماشي يا جماعه، دي ما شاء الله تشكيله الفوط بقى، السروجي، ام ار، العلياء، الحسن والحسين، لارينا، ديوريل، كل الانواع ما شاء الله. دي ما دي لحفه اطفال، دي ممنوعات. ماشي يا جماعه، دي ممنوعات التركيات بقى هنا. فاكيد قلت لكم الاسعار في اول الفيديو، اكيد انا ما صبرتش يعني. تمام، في حاجه شفت دي حاجه بسيطه كده ماشي. تمام، دي حاجه فيها شغل، في طبعا في حاجات تانية هاديه شغلها هادي ماشي. تمام، ده هنا المخازن ولا ايه؟ ما شاء الله، هنا المعرض برده يا جماعه. في شغل كتير، مخازن، بطاطين بقى، بطانيه جمزه. تمام ما شاء الله. تمام، ما شاء الله يا جماعه، كميات الشغل قد ايه، اللهم صل على النبي. هنا كنز من كنوز المحله اللي احنا بنكتشفها مع بعض. هو بالنسبه لنا احنا المحلويه احنا عارفين مول الحاج حاتم المسيوني، بس ده كنز واكتشاف لطبعا الناس اللي بتتابعنا من بعيد وما يعرفوش المحله. ماشي، تحفه. شوف العلبه بتاعته شكلها ايه، دي بطانيه كده عامله زي المفرش القطيف. عندنا بقى علبه فوط نفس الشكل يعني، توفق بقى. حتى فوطه اللي لنا قفيه تمام. وفي برده موديلات الاطفال كتير، في الدنيا هنا بس بتحب الحاجات عليها عشان الاطفال. أيوة. تمام، في هنا برضو الحفه كبيره يا جماعه برضو باشكال هاديه. تمام، وفي هنا ده برضو سعره مفاجئ اللي في الاخر، عشان نقول سعر ده برضو. ده البلد مستورد. تمام ماشي، الحاجات هنا بقى لما يجوا ان شاء الله يشرفونا هيلاقوا موديلات كتير، حاجات مستورده اسعاره والله من 5 و6 سنين ما شاء الله. تمام، هنا طبعا البطاطين، كوبرتات، ماشي يا جماعه، كل حاجه ما شاء الله بكميات. هرجع ورا كده عشان اوريكم، بصوا ما شاء الله، بصوا ما شاء الله قد ايه يعني، اللهم صل على النبي، كميات كبيره من الشغل. وهنا قسم من اقسام المول بتاعهم، وزي ما قلت لكم في مخازن زي دي كتير، هوريها لكم في الفيديو عشان تشوفوا حجم الشغل وكمياته، لان طبعا بيستقبلوا هنا طول الـ يعني طول السنه عرايس، طول السنه تجار، فلازم يكون الشغل على اعلى مستوى. يا جماعه طبعا ما شاء الله فتحوا لكم اهو كل شغل المجد الاصلي والعالميه الجديد، وكل الحاجات دي يعني زي ما قلت لكم جزء من مخازن الجمله التابعه لمول الحاج حاتم البسوني يا جماعه. جزء ايوه ديري ملك اه، دي بنفس الوان البطانيه اللي انت قلت لنا عليها. طبعا في هنا برضو بطاطين اللي هي اسمها ايه يا استاذ محمد، الحاجات دي نانا سيكريت. عندنا هنا سيكريت، عندنا سيكريت، في المجد، عندنا برضو بطاطين المجد. ماشي، مش موجودة عند حد دي بقى، مجد بطاطين المجد. بطاطين المجد أول مرة أسمع بطاطين المجد دي، أسعارها بقى مفاجأة. دي بقى فعلا الممنوعات والله، لأن هي مش موجودة عند حد. أنا ما شفتش بطاطين المجد يا جماعة. تمام، حلوة أوي ما شاء الله، تشكيله كبيره ما شاء الله يا جماعه. هنا برضو قسم من اقسام المخازن الخاصه بالمول، في هنا برضو شغل اهو، بطاطين بكميات، الحفة، حافظات سجاد. احنا تحت المول يعني، القسم ده او المخزن ده تحت المول الاساسي اللي هو في شارع العباسي. طبعا كل دي بضاعه مدخلينها، هم قالوا لي على سعرها القديم وانتوا تقدروا تستفادوا منها. دي اسرار احنا بنشوفها مع بعض اهو يا جماعه، مفيش تاجر هيفتح لنا مخازنه كده ويقول لنا الكلام ده. عندكم بطاطين، عندكم دفايات، عندكم ما شاء الله الحفة وحاجات كتير، ولسه طبعا زي ما انتم شفتوا في المول الحاجات اللي فوق. ان شاء الله تيجوا تستفادوا من الحاجات الحلوه دي، ما تنسوش اللايك للفيديو لانه فيديو بجد مفيد جدا. ماشي يا جماعه، طبعا هنا القسم البيتي، بس مش هنعرف نصور بقى عشان في عروسه بتشتري، فمش عايزين نضايقها. ما شاء الله برده الاسعار حلوه زي اسعار المفروشات كده. قريب جدا هصور لكم هنا فيديو، بس هم عاملين عرض قالوا لي عليه، تقريبا 4 بيجامات ب1000 جنيه، 5 عبايات ب1000، يعني حاجات من كده يعني. هنعرف برده التفاصيل منهم تحت ونشوف الاسعار في البيت ايه، بس هنبقى نرجع للقسم ده تاني. يلا بينا. بصوا بقى يا جماعه، انا جبت لكم الناحيه دي كده من المول، القسم الخاص بالملابس الخروج والكاجوال والمحجبات، عندهم تشكيله برده حلوه جدا، بس زي ما قلت لكم احنا مركزين النهارده على المفروشات، والقسم ده اسعاره مش قادره اقول لكم ما شاء الله، اللهم صل على النبي، يوميا بيجيبوا شغل وبيتنسف، سواء التجار بتيجي تاخد منهم او العرايس. يعني انا كل شويه افتح واقفل، على الرغم ان هم المفروض كانوا قفلوا بقى، لانهم بيقفلوا يعني متهيألي اخرهم 7، فكل شويه حد يدخل والناس تشتري. فان شاء الله هبقى اعرض لكم الاسعار، لان في حاجات ب 110 و120 في القسم ده تحفه ان شاء الله.
ماشي يا جماعه. عندهم بقى بلوزات ودريسات وحاجات كتير كلها جمله ما شاء الله، التشكيله جميله زي ما قلت لكم، دي عايزه فيديو لوحده. في اسعار ب 100 وي، وفي حاجات اتكسرت وفي حاجات ب 200. في كولكشن جديد ان شاء الله نبقى نصور. ماشي، تاخد عرض كاجوال. قول لهم يا ابو مالك، قول لهم اي عروسه جاهز من الدور الثاني او الثالث هتنزل جهاز عايزه كاجوال هتاخدوا عروض برضو، عروض واسعار زي المفروشات كده. ماشي يا جماعه، طبعا فيديو جميل. وزي ما قلنا العنوان المحله الكوبرى شارع العباسي بجوار العراقي للاجهزه الكهربائيه. انتوا لو سالتوا عن العراقي لو اي حد هيجيبكم هنا، وسنتر الحاج حاتم البسيوني جنب العراقي. خلاص برضو ممكن تترنوا عليهم يتواصلوا معاكم لحد ما تيجوا يا جماعه. مشكورك يا استاذ محمد، عروض جميله، ربنا يبارك لكم كده ودايما في نجاح، وان شاء الله دايما نقدم للناس عروض حلوه بالذات في اليومين دول. نورتنا استاذ شيماء، ومستنيين العملاء وزمايل حضرتك. نورتنا وكيل معتمد شركة ميجا، ميجا بتاع البديهات. ماشي ما شاء الله. ماشي يا جماعه، طبعا قسم البيتي انا زعلانه ان انا ما صورتهولكوش بالتفصيل، بس ان شاء الله زي ما قلت لكم هصورهولكم قريب. هنا بناطيل ميجا والحاجات دي برضو باسعار مصانعها، وزي ما قلنا العنوان امام شركه العراق يا جماعه. ما شاء الله في حافظات سجاد برضو هنا. ماشي ما شاء الله. ماشي يا جماعه، يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده، وكمان تشتركوا في القناه، وان شاء الله تيجوا في اسرع وقت عشان تلحقوا العروض اللي اتقدمت اللي هي على اسعارها القديمه، علشان لما هتخلص مش هتيجي بالسعر ده تاني زي ما قلنا. بحبكم جدا في الله، واشوفكم في فيديو جديد، ومع السلامه.